مساء الخير على احلى واجمل جروب في الدنيا، جروب فوكو اندس. مساء الخير عليكم جميعا اخواتنا وحبايبنا، الناس تتجمع معانا قوه الصاروخ عشان في دمار شامل في الفرع الرئيسي، فرع ملف السيما. عروض ودمار شامل بكره الجمعه اوبن دي في جميع فروع كوكو، دمار وانهيار اسعار. الناس بس تكتب لنا الصوت تمام والصوره تمام قبل اي حاجه. الشغل الجديد وصل، والاستقبال والعرايس، شغل السواريب الواناته، وحكايتك حكاية عم كوكو بكرة في الفرع الرئيسي شغال، والشغل الخليجي وصل، وحكايتك حكاية عم كوكو بكرة. الناس بس تكتب لنا اهم حاجة الصوت تمام والصورة تمام عشان في دمار شامل. شغال يا وحش. شغال. كل اللي هيعمل معانا مشاركات كسبان، قال لك في 15 هدية دريسات وعبايات لأكتر ناس هتشارك اللايف ده. شغال يا عم هاني. مساء الخير على أحلى جروب في الدنيا، جروب كوكو أنديس. مثلي يا ماركة على كل الزبائن العسل. الله يبارك لك. فروع كوكو أنديس أحلى جروب في الدنيا. شغال. مثلي عليهم يا ريس. أحلى وأجمل جروب في الدنيا، وحش الجروب اللي بنكبر بيه. وليه يا عم هاني؟ جمع له كل الناس عشان النهارده طفرة دمار زي ما عودناكم. فين؟ شغال. طفرة جامدة أوي أوي من العبايات. استنى خليك معايا. والشغل الصيفي والشتوي وحاجات من الآخر. الله يبارك لك. الحلويات وشغل العرايس، دمار شامل كوكو قال لك أجيب لك عليها وأعطيها بكرة يوم الجمعة في الجملة والقطاعي في فرع العبايات والدريسات. شغال. والحلويات والاسعار، الشغله ب 400 كوكو قال لك بكره ب 310. وريهم الفستان ده صور لي الدنيا. شغال. والتطريزات تعالى كده وحش. والحته ب 420 جنيه دي مفاجاه بقى بكره بس ب 260 جنيه. شغال. هات لي الحته الفستان الشغل اللي بيتاجر يا ريس، صور لي هنا. شغال. بكام؟ ب 270 كوكو قال لك هديهولك بالعقد بتاعه، مش ايجار، تمليك يا باشا ب 270 جنيه. طبعا الصفقه دي والحمد لله خلصت وجبناها تاني. شغال. جبناها تاني بالوانها. الوانات خسر الدنيا معانا. الله يبارك لك. الحلويات صور. شغال. شغل العرايس الله يبارك لك. الشغل الجديد والدريسات شايفين الاسعار. حكايتك حكايه يا عم كوكو، بس الناس تتجمع معانا وتكتب لنا الصوت تمام والصوره تمام، وكل اللي بيشارك اللايف كسبان معانا. قبل ما نعرض الشغل بتاعنا هنبتدي نوريكم الهدايا بتاعتنا عشان اكتر ناس هتعمل مشاركات كسبانه معانا. شغال يا وحش. تعالالي. كل دي هدايا، اللي هيعمل مشاركه كسبان معانا الهديه ايه بتاعتنا، دريسات وعبايات وميني دريس، كل دي ايه هدايا معانا. الله يبارك لك. اكتر ناس هتعمل فينك مشاركه يا فين. كل ده ايه هدايا يا وحش. كيف كله ده ايه هدايا وحش الاكتر ناس هتشارك اللايف. اركب طيب وانت معايا. مشتريات 500 جنيه للي برضو ايه اللي هيشارك اللايف يا وحش. قال لك في قيمه مشتريات من المحل هنا 500 جنيه للناس اللي هتكسب، سواء قيمه مشتريات او هتكسب دريس اللي هي عايزاه. زي ما عودناك كل اللي بيعمل مشاركه بيجي بكلمة ألف مبروك بيكسب الهدية إيه اللي بنطلعها من الهدايا بتاعتنا. شغال. واللي عايز يكسب برضو فينا. من ضمن الشغل الفلوس، ويجي ينقي الحتة اللي عايزها ويدفع فرق سعر زي ما انتوا شايفين الأسعار ويكمل. كوكو بيقول لك بكرة دمار شامل، هنخش ناخد بيكو جولة كده عقبال ما الناس تتجمع معانا، هنفرجكوا على مية الشغل والأسعار، وبعد كده كوكو قال لك هسمعك الندى بكرة في الفرع الرئيسي. حلويات وشغل العرايس، الاستقبال فين. شغال. الناس بس تكتب لنا الصوت تمام والصوره تمام. شغال يا وحش. الحلويات كلها هي ده الشغل الجديد يا جماعه زي ما انتم شايفين. جبنا لكم صفقه اللي هي برضو الطقم الخروج الجنس السلوبيتا زي ما شغال. الاسعار زي ما انتم شايفين الاسعار الشتوي. الله يبارك لك. دمار شامل. الناس بس تكتب لنا الصوت تمام والصوره تمام، والناس اللي بتسال على العنوان هقول لكم العنوان دلوقتي بالظبط. عرف الناس كيب. العنوان والناس تجمع على قد هلو. ما تقدر عشان كيب. الصفقه بتاعت النهارده صفقه دي اكلم. شغال. العنوان يا جماعه الوراق، الناس اللي بتسال على العنوان اللي اول مره تشوفنا، الوراق ملف السيما، محلات كوكو اند اس. لو انت جاي مترو انزل محطه رمسيس واسال على العربيات اللي بتروح الوراق ملف السيما، هيجيبك على نص الشارع في الفروع بتاعتنا.
قول له عايز اروح عند فرع كوكو اند اس اللي من عند ملف السيما. شغال كده اللي هيعمل مشاركه يا مارك تابعه لي عشان نكسبها. انا كنت عايز اكسب حد قبل ما نبدا اللايف بالعروض، بس اللي هشوفه عامل مشاركه عندك ايه كسبوني. شغال صح معايا عشان اللايف يوم الخميس جايبين طفره ضمان يا وحش. بيقول لك يوم الجمعه اوبن داي في جميع فروع كوكو وفرع العبايات والدرسات كوكو، قال لك هيتكسر بكره اسعار بنص الثمن وبربع الثمن ودمار شامل. احنا ما عملناش لايف يوم الاثنين، الناس اللي بتتابع معانا يوم الاثنين ما عملناش ايه لايف، فجبنا لكم طفره الاثنين والخميس في اللايف ده. يبقى الناس تصحى معانا كده وتركز عشان هتشوفوا مفاجآت في فرع ملف السيما. شغال مفاجآت وشغل جديد ايه بالاسعار خياليه زي ما انتم شايفين. اهوت يا وحش مباشر، الناس اللي هتكسب معانا نبعت لها مبروك مباشر. شغال يلا بقى برضو عروض اللي هي ال 100 جنيه برضه يكتب لك وياخد حتى يا ريس. شغال معانا وجمع لي الناس، تعالى لي صحصحني بقى على اول موديل معانا يا ريس، الشغل الجديد حته سوفت والماظ وحزام. شغال بالياقه زي ما انتم شايفين كده، بص الوانها ادي لون، صحصح لي كده يا وحش. شغال يا قلب الوحش، تعالى لي حته الماظ والسعر ضرب نار، سعر الحته ده اسمها اسعار خياليه. صور لي كده يا وحش. شغال يا قلب الوحش، الالوان الكحلي والزيتي والنبيتي بكام دي يا ريس؟ في الدمار ب 110. الله يبارك لك. يبقى الحته ديت بكره معانا في الدمار ب 110 110. ومتابعين اهوت مباشر اكتر 110. ناس بتعمل مشاركات يا وحش، اللي بكل اللي بيجي له مبروك كسبان يجي بكره يستلم هديته، وقال لك في 500 جنيه قيمه مشتريات لاكتر ناس هتعمل مشاركات لللايف دوت، تيجي تنقل اللي هي عايزاه بكره بقيمه المشتريات 500 جنيه. يبقى لما اقول لك دي ب 110 ولا قلت لك 150 ولا 200 بكره ب 110. الله يبارك لك. كل ده بالوانه بكام؟ ب 110 يا وحش. 110 شغال. ملف السيما دمر في العبايات، الحته اللياقه السوسته ب 110. يبقى كل ده بكام؟ ب 110. تعبسنا انت. شغال يا ريس، كم حته وكم لون؟ الوانات وحكايتك حكايه. وقال لك مع كوكو وسلطان الكلام معاهم مش خلصان يا وحش، قال لك ب 110. الشغل الجديد يا ريس بكره معانا في العرض ب 110. شغال فرع السيما بيقول لك بكره الحته دي بدل 200 و180 و170 لا ب 110 ب 110. والناس اللي بتسال برضه على العنوان ده يا جماعه، الفرع الرئيسي فرع ملف السيما في الوراق. شغال ركز معايا يا ريس عشان اللي جاي شديد، تعالالي صحصح للناس، واللي يعمل مشاركات تبعه لي وكسب لي كل يا وحش الناس. الكل كسبان اهوت، انا بتابع اكتر ناس بتعمل مشاركات عشان يكسب. اللي عايز زي ما قلت كلمه مشتريات يكتب، مش عايز هديه، انا عايز اللي هي ال 100 جنيه يكتب قصاد مبروك كلمه 100 جنيه هيجي يكمل ويشتري، واللي عايز يختار شغال. كل واحد يا وحش وحظه بقى قيمة مشتريات، درس عباية، كل واحد وحظه. صحصح لي كده وصحصح لي الناس على الطفرة اللي فيه. شغال يا ريس، نعرض معانا بص أكتر من لون، هات الحتة الحرير يا وحش. شغال يا قلب الوحش، تعالالي. وبحزام بص ألوانها يا ريس. شغال تابع معايا كده وصحصح عشان ده الشغل الجديد. بكام يا ريس؟ بكرة ب 110. الله يبارك لك. في العرض بكام؟ سلسلة السريع ب 110. الله يبارك لك. فرع ملف السيما دمر. الوانات ومتاح جملة وقطاعي شغال ب 110. يبقى لما اقول لك الحتة الحرير دي ب 110، فرع ملف السيما دمر. يبقى كل الدمار ده بكام؟ ب 110. سلسلة ال 110. سلسلة السريع. معناها القضايف الاثنين والخميس في الدمار. فرع ده اسمه فرع الدمار والعروض الضرب النار. يبقى كده ايه؟ شغال. الدنيا بكام؟ ب 110. ب 110. نسكت على كده؟ روح مديله يا وحش، تعالى لي مش هنسكت. لا انا الطفره دي عايز ايه؟ الناس تصحى معايا عشان قلنا شغل جديد هيجي وجبنا لكم شغل جديد، بس الناس عايزين نكسب ناس معانا. تابع لي يا مارك الناس اللي بتعمل مشاركات. عايزين عشان ده كله الهدايا. بص كده يا مارك. هات لي كده الكاميرا عشان الناس تبقى عارفه، ادي الهدايا بتاعتنا. شغال دي كلها الكاميرا لو جايباها ده كله الهديه. الله يبارك لك. انا حاططها على جنب عشان اللي هيكسب معايا هنطلع له الحته بتاعته، بس الناس تعمل مشاركات عشان برضو يفيدوا غيرهم بالعروض دي، عشان كل تاجر جمله او قطاعي او بنت بتتجهز هتيجي فرع ملف السيما باقل تكلفه تعرف يبقى هتشارك اللايف كسبان، هتعلق كسبان بكره الجمعه اوبن داي في جميع فروع كوكو. شغال يا قلب الوحش، تعالى صور. شغال متوقع سعرها كام دي؟
تتوقع سعر الحتة دي لتوقع كام؟ سعرها يكسبها يا وحش. طب اللي يتوقع الموديل ده بكام يكسب الحتة دي كمان. شغال. اللي هيتوقع سعرها كام هيكسبها. اللي هيتوقع سعر الحتة دي هيكسبها بكرة. الناس بتكتب عندك أسعار. تابعين يا وحش هوت اللي هيكتب أسعار لتوقع سعر الحتة دي تكسب واحدة واحدة. هذا هي يا ريس. شغال. حتى الملاحف ادي سعرها. ولا ندمر احنا. توقع بقى سعرها يكسبها وعش ركنها. طب امسك كده يا معلم. شغال. بص بقى الطفرة دي يا ريس. صور لي كده. بكام الطفرة دي معنا بكرة. هات عليها وطير. الحتة الكريب دي بكرة بمية وعشرة. برضو دمرنا لكم السعر بكام. بمية وعشرة. شغال. يبقى فرع ملف السيمة. دمر في اسعار العبايات بكل ده كام ب 110 ب 110. اللي هيكتب عندك اسعار في ناس اهي توحش بتبتدي تكتب 120 وفي حد كاتب 150. ناس بتكتب اسعار اهوت. استاذه سلوى كاتبه 190. صحصح لي الدنيا. تعالى لي تعالى لي. وبرده متابعين الناس اللي بتكتب اسعار هنعرضه. اللي هيقول سعرها فعلا هيكسبها. شغال. انا حاطط الموديل اهو. واللي هيقول سعرها مظبوط هيكسب حته. شغال. عشان لسه صحصح معانا وعايزين نكسب الكل. هنخش بقى على طفره جامده. تعالى لي تجمع معانا الناس الزبون اللي بينزل يوم الجمعه. هتيجي فرع ملف السيما هتلاقي فيه مفاجآت. مفاجآت في الاسعار. استاذه ياسمين حسن الجمال كاتبه 175. لا لسه. لا لسه. استاذه توتا كاتبه 120. اللي توقع سعرها صح يكسبها يا وحش. نعرف بقى صفقة الأمهات عشان عيد الأم داخل وكل سنة وأنتوا طيبين. تعالالي. جبنا لكم الأمهات الأسود والأمهات الألوان. هنعرض الأول ليه الألوان. بص يا وحش الناس هي بتتوقع كاتبة حد كاتب 280 و160 و120 لسه ما حدش وصل للسعر. طب شايف الحتة دي يا وحش؟ تعالالي يا قلب الوحش. هنعرض بكام الحتة دي؟ ندمر. هات عليها وطير. فرع ملف السما بيقول لك دي بكرة ب 100 جنيه. شغال. يا وحش هات لي بعد اذنك حته هديه عشان حد يتوقع السعر صح. هات حته يا معلم كده من عندك. من الحته دي من دول. توقع السعر صح يا وحش. 110. استاذه ام مروان هي كاتبه 110. شغال. ما هي سعرها 110 فعلا. مبروك. يبقى الف مبروك كسبتها وهي فعلا ب 110. شغال. احنا دمرنا لكم السعر بكام؟ ب 110. استاذه ام مروان مبروك. وادي تيجي تكسب. اول واحده تكسب. شغال. يبقى الف مبروك تيجي تكسب الهديه بتاعتها. وادي صوره الحته او الثانيه. شغال يا وحش. الموديل دوت او الثاني النص. يلا عايزين برضو الكل يكسب معانا. يا وحش دلوقتي هجيب لك الناس اللي بتعمل مشاركات كتير. شغال يا ريس. ادي الحته الامهات. بص الناس. الناس اللي كانت بتسال على امهات مقاسات كبيره الوان يا وحش وصلت. بكام؟ ولا هنقول 150 ولا 200 ولا 170. في الدمار ندمر ب 130. بكره في الدمار ب 100 جنيه بس. يا خرابي يا عرابي. 100 جنيه بس. قال لك ب 100 جنيه. ب 100 جنيه بس. شغال جمله وقطعي وحكايتك حكايه. الله يبارك لك. الامهات الالوان. شغال. يبقى اللي عايزه تهدي امها في عيد الام حتة ب 100 جنيه الوان. بكام يا ريس؟ ادي الموديلات اهي. 100 جنيه. ب 100 جنيه. الله يبارك لك. 100 جنيه. تعالى لي. الناس اللي كانت بتسال على شغل الامهات عايزه امهات الوان وصلت يا وحش. خسرنا لكم ضم عشان اخر شويه دمرنا سعرهم ب 100 جنيه. شغال. والاسود الحريف برضه دمرناه ب 100 جنيه. الله يبارك لك. سلسله السريع وهوت متابعين مباشر. كل اللي بيشارك اللايف يا وحش بيجي له مبروك على الطبيعه كسبان معانا يستلم هديته بكره من الفرع الرئيسي. الكلام برضه الحته الامهات يا ريس. شغال. والحته الكريب القطن بكام؟ ب 100 جنيه. الله يبارك لك. جت من عندي. العرض ده بكام؟ ب 100 جنيه يا وحش. شغال يا قلب الوحش. يلا يا ريس. الناس اللي تعالى لي يا وحش. بص اهوت كل اللي هيشارك اللايف دوت هنشوف اكتر حد عامل مشاركه وابعت له مبروك دلوقتي يكسب عبايه. يبقى الناس اللي هتعمل مشاركات كسبانه معانا. انا عايزك يا حبيبي معلش. شغال ده الحلويات لسه يا وحش. حكايتك حكايه. عم كوكو بكره في الفرع الرئيسي. والناس اللي اول مره بتشوفنا وبتسال على العنوان الوراق ملف في السيما محل كوكو اند اس. لو انت جاي مترو انزل محطه رمسيس وصل على العربيات اللي بتروح عند ملف السيبه فرع كوكو اند اس الوراق. الحته دي الكميه بتاعتها محدوده. شغال. الناس اللي بتحضر افراح ولا اللي عايزه ولا خطوبتها ولا اللي بتحضر فرح الحته الحاجات دي بتتاجر.
بتتأجر بكام بره يا مارك؟ 400 و500 كوكو يا وحش. بيقول لك احنا دمر تمليك وبك شغال، تكتب العقد بتاعه بكره على الكاشير ب 270 جنيه كده. معلش يا حبيب الدلع، افرض يا وحش تعالى لي. الدلع قد ايه؟ شايف الدلع الكاميرا جايباه؟ الله يبارك لك. ديت ب 270 والوانها ما شاء الله، يبقى هتيجي تشتريها بس ب 270، مش هتتأجرها ب 300 ولا 400. ب 270 هتشتري فستان لمناسبة الفرح لأي حاجة، حتى لو في خطوبة. شغال. يبقى الفستان ده بكام؟ ب 270. حكايتك حكاية يا عم كوكو. جايبين لكم الحتة الاستقبال، الشغل العالي قوي قوي بكام؟ شغل المولات يا وحش. مش هتلاقي غير في المولات ب 500 و600 يا وحش. كوكو بيقول لك ب 350، وهو هو كوكو زي ما هو. صور لي كده هنا. ده لسه يا وحش. الحته دي بتتباع بكام بره؟ ب 420 جنيه هي. وعندنا منها عاملين عليها عرض بكره بكام؟ ب 260 جنيه. 260 جنيه. هو هو كوكو زي ما هو. ب 260 شغال يا وحش. الحلويات ب 260، واللي عنده من ده كداب. هو هو كوكو زي ما هو. الحته كلها تطريز بكام؟ اتحبسنا. 250 جنيه بدل 400. شغال. هات لي بس معلش الحته دي يا وحش. الله يبارك لك يا قلب الوحش. المصانع المحترمه. بص يا ريس، تقطيع ليزر واسترصات والحزام الشدات فرع ملف سما دمر. قال لك ابو 390 بكره بس ب 210. شايفين فرق السعر كام؟ والاصل عندنا والتقليب بعدنا يا وحش. قال لك ب 310 ب 400. يبقى فرع ملف السما دمر لكم العقد. شغال. ودمر لكم جاب لكم استاذ. بص استاذ فريد، استاذ فريد واجي بيقول لك والله الشغل ده بيتباع ب 400. الحته دي حقيقة، الحته دي فعلا الاسعار دي احنا ما بنقولش اسعار وخلاص. الزبون اللي يجي ياخد الحته ياخدها من عندي ويسال عليها، لو ما لقاهاش باسعار عاليه يجي ياخد فلوس وياخد الحته عليها ببلاش من عندي. شغال. جمع لي برضه يا ريس الناس عندك. شغال يا وحش. ليه؟ اللي جاي تقيل وجديد، اللي جاي تقيل وجديد، بس انا عايز اكسب الناس. هات لي هديه بقى بعد اذنك. نتابع الناس كده اللي بتعمل مشاركات. اللي يعمل مشاركه دلوقتي كسبان اهو. اول حد اهو استاذ جيجي محمد، مبروك. ابعت لك مبروك اهوت على الطبيعه وحش كله. دي هديتك، بكره تيجي تستلميها من الفرع الرئيسي. خد سكرين كده دلوقتي بالهديه وبالرساله، بكره تيجي تستلميها. شغال. يلا وحش نكسب ثلاثة تاني. يلا جمع لي يا ريس الناس تجمع. انا عايز غير المكسب اللي مش هيشوف اللايف دوت خسران كتير، عشان احنا جمعنا زي ما قلنا لكم ما عملناش لايف الاثنين، بس جمعنا لايف الاثنين مع الخميس بعروض دمار. جمعنا صفقة الاثنين مع صفقة الخميس بشوية شغل لوز. شغال. متابعين برضه اهو الناس اللي بتعمل مشاركات يا عم هاني. كل اللي بيشارك كسبان. كل اللي بيشارك كسبان. عايز يكسب قيمة مشتريات ب 100 جنيه. اللي هيجي له اللي هنبعت له مبروك قيمة يعني مشتريات ب 260. ب 260 بكره بس. فرق كام؟ يبقى 160 وتب حلال عليه الحته لو كسب 100 جنيه. لو كسب قيمة مشتريات 160 يبقى معاك حته ب 420 جنيه. شغال. تمام يا ريس. شغال يا عم هاني. ب 150 يبقى معاك حته لوكس ايه بدل 420. تمام يا ريس معايا. شغال. متابعين اهوت مباشر. كل اللي بيشارك العنوان، معلش عشان اللي اول مره يشوفنا يبقى عارف العنوان. الوراق يا وحش، ملف السيما، محلات كوكو انديس امام كشر المجنون، دمار شامل، متاح جمله وقطاعي والكميات اللي انت عايزها. يبقى نخش يا ريس على صفقه الكام؟ ال 150 جنيه. الله يبارك لك. ال 150 جنيه. شغال. ندمر. هات عليها وطيها. لا انا مش بقول لك ب 150، النص بالنص واقل من النص. 75 بكره. لا ب 70 بس. الله يبارك لك. ب 70 جنيه. يبقى كل اللي في ده بكام؟ ب 70 جنيه. جنيه وش ودار يا ريس. شغال يا وحش. بقول لك العبايه دي ب 70 والنص بالنص، يبقى فرع ملف السما دمر العبايه بكام؟ ب 70 جنيه. الله يبارك لك. الحته الجبير الالماز الاسود الكريب في الوان ب 70 جنيه. شغال. كام؟ ب 70 جنيه. كله ده معانا بكره في العرض ب 70 جنيه. هات لي هديه يا وحش كده بعد اذنك عشان الناس اللي بتعمل مشاركات. هات لي هديه الاول. هات له هديه يا معلم. شغال. ايوه انا عايز الناس تكسب معانا، انا عايز الناس كل الهدايا اللي انا راكنها دي عايزين نكسبها. هنختار حد دلوقتي، اكتر حد بيعمل مشاركه يكسب الميني دريس الجنسي يعني ده. اللي هيعمل مشاركه معاك شغاله دي الميني دريس. تعالى لي يا وحش اهو بستان الورد، نفسي اكسب. مبروك كسبتي على الطبيعه اهو. خد سكرين دلوقتي يا باشا كده، دي هديتك، بكره تيجي تستلميها. شغال. يبقى الف مبروك تيجي تاخد الهديه بتاعتها. الله يبارك لك. اللي جاي يا وحش، اللي هيكسب اللي جاي هتبقى قيمه مشتريات 100 جنيه
اللي جاي. الهدية اللي جاية بقى انا هكسبكم قيمة مشترك 100 جنيه. شغال. الناس اللي هتعمل مشاركة تيجي وزي ما بقول صدقوني مش هتخسروا كتير. هتلاقي ال 100 جنيه مكانها هتاخد الحتة دي ب 160 فرق سعر قوي. شغال هيبقى ليكي قيمة مشتريات من المحل 100 جنيه، نقيتي حتة ب 200 تخصمي منها قيمة المشتريات بتاعتك ام 100. يعني لو يا عم مارك الحتة الفستان دي هتدفع 170 بس وهتاخد الحتة الفستان اللي بتتأجر قلنا بكام؟ ب 300 و400. الله يبارك لك. كام؟ 170 فرق السعر. شغال. صحصح معايا عشان تعالي لي. جديد وتقيل يا ريس. تعالى لي في الحلويات. شغل الأمهات. شغال. طبعا عشان عيد الأم وكل الناس بخير وبصحة وسلام جايبين لكم الأمهات ودمرنا سعره بكام؟ سعر الأمهات ب 125 جنيه. شغال. ندمر يا ريس. الله يبارك لك. 130 جنيه. شغال. يبقى اول موديل للتطريز ب 125 واللي جاي سلسله السريع ب 130 جنيه. 130 الشغل الجديد ب 130 جنيه. تعالى. بكام؟ 125 السودا اللي جايه دي تعالى لي. كده 130 شغال. صور لي كده المقاس. الله يبارك لك. ال 5 اكس يا وحش. بكام؟ ب 130. حته سوستر. وجبير وحكايتك حكايه يا عم كوكو. والياء ب 130 جنيه. قلنا اللي جاي الشديد اللي هيتابعنا لاخر اللايف هيشوف مفاجآت في فرع ملف السيما، وكل تجار الجمله والقطائي هتتفاجئ بكره باسعار في الفرع عندنا. ليه؟ اي شغل هتنزل باي فلوس هتشكل احلى تشكيل من فرع ملف السيما. شغال. ليه؟ هتشكل لوكس وشعبي. ليه؟ عاملين لكم الشغل اللوكس بكام؟ بسعر الشغل ابو 420 ب 260. الناس تركز على الاسعار دي، الحته دي معروفه. شغال. سعرها كام بره؟ الحته دي برضو معروفه سعرها. الشغل ده كله معروف سعره كام بره؟ حلويات والدرسات 130 جنيه. الله يبارك لك. نفس الكلام. هات لي دي يا ريس 130. ده فين موديل اللي هو النص؟ 130 جنيه. صحصح سلطان. صحصح للناس سلطان. صحصح للناس. شغال. سعر الصفقه هات لي دي كده صور لي كده. الناس عارفه سعرها. هات عليها وطيها 25. نكسب. شغال. دمر. نكسب. طب دي بكره في الدمار بكام؟ ب 130 جنيه. الله يبارك لك. بكام؟ ب 130 جنيه. يبقى ده فرع ملف السما دمر الحته دي بكام؟ ده ترتر دي ب 130 يا وحش. شغل قش سمك وحكايتك حكايه يا عم كوكو. بص الحته التقطيع من تحت بكام؟ ب 130 جنيه. شغال. يلا يا ريس صحصح للناس اللي اتبعوا عامل مشاركات عندك. معلش يا مارك كسب لي كل يا وحش بصراحه. هات لي هديه كده. هات هديه عشان في حد من اول اللايف هو عمال يعمل مشاركات يكسب معانا. هديه خاله للناس. شوف للناس اللي عامله مشاركات عندك ومعلش ايه كسبها لي. اللي هيعمل عندك مشاركات اهو اللي هيشارك اللايف دلوقتي هنبعت له مبروك. شبح. شغال بصراحه من بدري يا وحش. اهو استاذه ياسمين حسن الجمال مبروك اهو على الطبيعه. بكره تيجي تستلم هديتك من الفرع الرئيسي. خد سكرين دلوقتي دي هديتك. خد سكرين اهوت مبروك على الطبيعه. تعالي استلم هديتك بكره. يبقى هديتنا احنا طبعا متابعين. شغال. المشاركات دي بتاع رابع هديه لسه يا وحش. برضو كل اللي هيشارك اللايف دلوقتي كسبان. انا عايز الهديه انا راكنها لكم على جنب زي ما انتم شايفين عشان انا عايز اكسب بصراحه كل الناس اللي تعمل مشاركات. شغال. نسخط نفس. تعالى لي يا ريس الحته التطريز جبناها لكم ب 130 جنيه. الله يبارك لك. ب 130 جنيه التطريز. حلويات. يبقى الحته التطريز بكام؟ ب 130. 130 يا ريس. شغال. دمرنا لكم الحته الحرير الجبير ب 130. 130. شغال. 130. الصفقه دي كلها الحته الكريب بالحزام ب 130. صحصح لي يا ريس كده وخلينا على التقيل. هات لي الحته دي كده. الله يبارك لك. ب 200 جنيه. ب 200 جنيه شغال. شغال بس انت هتقول شكلك هتقول سعر غير كده. انا عايز الناس تكتب سعر ونكسبها. شغال. انا عايز اكسب الناس عشان جروب كوكو اندس جروب محترم وعايزين نكسبه كله. نكسبه هدايا ونكسبه اسعار وموديلات وخامات. الناس تكتب سعرها وتكسب دي. احنا كسبنا حد كتب سعر. شغال. حد يكتب عندك سعر. يبقى اللي توقع سعرها وحش يكسبها. اهي. شغال. 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 شغال الحته. بص الحته عامله ازاي يا ريس. ب 200 جنيه. الله يبارك لك. ومش هقول 200. اللي هيكتب السعر صح هياخدها. شغال. الهديه.
هدمر ثانيه الا ثانيه. اللي مش هيكتب سعرها اقول انا احرق السعر بتاعها. حد كاتب عندك سعر؟ حد كاتب 170؟ حد كاتب 155؟ ناس بتكتب او حد كاتب 190 برضو؟ 145؟ يبقى الناس كده مش هي مش عارفه. حد كاتب 170؟ لا انا بقى ادمر لكم. فرع ملف السما بيقول لك دي بكره ب 130 جنيه. الله يبارك لك. ب 130 جنيه. 130 جنيه. شغال. كله ده بكام؟ ب 130 جنيه يا وحش. شغال يا قلب الوحش. قال لك بكره ب 130 جنيه والحلويات دول جامدين قوي. دول بقى دول خلاص. شغال. تعالى لي نخش على التقيل. تعالى لي يا ريس هات لي كده. تعالى لي هو بيعرف برضه متابعين الناس اللي بتعمل مشاركات هيبعت له مبروك. ندمر يا ريس. شغال. 130 جنيه. الله يبارك لك. ركز بقى في اللي جاي يا وحش. مقاسات وزراير حكايتها حكايه مش ب 200. احنا بنقول لك ب 130 جنيه. شغال. يا تلحق يا ما تلحقش. بكره الساعه 11 فرع ملف السما بيقول لك ب 130 جنيه. الله يبارك لك. يبقى اللي هيجي بكره هياخد الحته اللي في دي الزراير اللي بينزل بيجيبها اغلى من كده. لا فرع ملف السما بيقول لك ب 130. ب 130. شغال. تعالى في التطرزات. يا ريس بص خرابي يا عرب. يا ريس الشغل ومقاسات ما شاء الله بكام؟ ب 130 جنيه تطريز قم وظهر. الله يبارك لك. تريقه وحزام بكام؟ ب 130 جنيه. شغال. 130 جنيه نفس الكلام يا ريس. الله يبارك لك. والرياضي المقاسات الخمسة اكس يا وحش جات والتلاتة اكس 130 برضه. شغال يا ريس نفس شغال. الكلام 130 المقاسات. الله يبارك لك. 130 جنيه الرياضي موجود منه. الناس اللي كانت بتسأل على الخمسة اكس جه تاني والاسود في اسود برضه جه تاني الخمسة اكس ب 130. 130 شغال. اللي بيجيبها ب 180 و200 فرع ملف السما بيقول لك ده كله بكام؟ ب 130. شغال يا وحش. لسه الشغل اللوكس وفي دمار شامل. الناس بس تتجمع معانا كده. موجود. شغال. اعرض لكم بقى شويه امهات كده زي الفل وباسعار برضه خياليه. في حته شبكار باسعار ايه خياليه برضه. الناس تصحصح معايا عشان اللي جاي ايه شديد. قلنا اللي هيتابعنا للاخر باللايف بكام هيشوف مفاجات. هيشوف مفاجات ليه؟ جايبين لكم صفقه الامهات باسعار برضه ايه ضرب نار. شغال. صح معانا كده واتبعنا للاخر ايه واتبع اللايف ليه هتشوف عروض من ضرب نار. هات هديه يا وحش. هات هديه عشان نكسب حد دلوقتي في المشاركات كده. اللي هيشارك دلوقتي كسبان يا عم هاني. تطريزه تطريزه اللي هي الثانيه اللي بنعرضها بالالوان. شغال. يلا يا ريس كسب لي اهو. استاذ فريد وجيه من بدري بصراحه بيعمل مشاركات اهو. مبروك استاذ فريد وجيه. مبروك. خد سكرين كده دلوقتي بالرساله ديت والحته. تعالى بكره استلم هديتك من الفرع الرئيسي. الناس بتتفاعل معانا وانا شايف المشاركات شغال. إيه؟ شغاله. يبقى اللي بيعمل معانا مشاركه كسبان. وانا عارفكم ان انتم بتفيدوا غيركم بتبعتوا لهم مشاركات عشان الناس تستفاد بالعروض. شغال. عشان بصراحه العروض دي ايه بجد عجباني. 140 تاني ستاند. شغال. من الناس بتعمل مشاركات عشان بصراحه انا نفس المشاركه دي نفيد الناس اللي بتبعت لصاحبتها واللي بيبعت لصاحبه صاحب محل ولا لاي حد بيفيد غيره. على الساند ده بس امهات كريب. الناس بتستفاد بيها عشان اللي مش عارف فروع كوكو انديس. فروع كوكو انديس كلها باكملها من الابره للصاروخ دمار اسعار. كوكو مدمر السعر كل في جميع فروعه. اكتر من فرع بنعمل فيه اسعار خياليه. قال لك من الابره للصاروخ عند كوكو مفروشات يا وحش صواني يعني الى المنزلي ثلاجات كل حاجه اجهزه منزليه بيتي مفروشات بلاستيكات سجاد كل فروع كوكو انديس عامله لكم طفرات. ده دمار بصراحه دمار يعني. الله يبارك له في العروض بتاعته. والناس اللي كاتبه بتسال على الدريسات موجوده جوه. لسه نخش للدريسات والحلويات دمار شامل. واللي هيتابعنا لللايف ايه في مفاجآت في اخر اللايف. هيتفاجئ مفاجآت. ماشي يا ريس. شغال. جبت لكم بقى طفره امهات
مقاسات كبيره، قلنا لعيد الام تمام الناس تصحصح معايا وتشوف الجديد. تعالى لي كده يا ريس، بص المقاس ده شغال يا وحش. الخمسة والستة اكس شغل امهاتنا، كل سنة وانتو طيبين. المقاسات اهيت اللي بتسمع فيها 400 و500 بره و300. كوكو قال لك اسمعك الندى في الاسعار بكرة. يبقى دي بكرة في الدمار بكام؟ 140 جنيه. الله يبارك لك. فرع ملف السما دمر الحتة دي ب 140 جنيه. شغال. نسكت على كده. تعالالي. دي كمان. تعالالي. شغال يا وحش. جبير بالطول، جبير نص، وجبير طول والماس. وحكايتها حكايه، والخامات العاليه ب 140. الله يبارك لك. ب 140 كل الموديلات اللي انتوا شايفينها غير الثانيه ب 140. شغال يا وحش. ب 140 بكام؟ بص الله يبارك لك. الوانها ب 140. شغال. 140 يبقى ده كله معانا بكام؟ ب 140. سلسله السريع قال لك ب 140 جنيه. ب 140. شغال. ب 140 يبقى دي سلسلة التطريز برضو ب 140 بألوانها. ب 140 بألوانها، منها النحاس والذهبي وقصة. الله يبارك لك. ب 120 جنيه. شغال. 120 جنيه. بكرة فرع ملف السما دمر لكم دي ب 120 جنيه. شغال. والناس اللي بتسأل برضو على الدرسات، لسه هنخش جوه درسات كلها. الشغل الجديد وصل. نخش بقى على الشغل برضو، الشغل الجديد والصفقات اللي هي الاثنين والخميس جمعناها لكم في لايف الخميس للناس بكره اللي هتنزل وحابه تاكل عيش او تجهز بنتها هتيجي بكره الفرع، هتستفادي باحلى عروض واحلى موديلات واحلى خامات. يعني اي عروسه تيجي بكره معاك الفستان ده ب 270 جنيه، واللي هتعمل لايف وهتكسبها هتدفع 170 وتكسبها. شغال. شغال يا ريس. هات لي الملحفه دي. سعيد. شغال يا وحش. بكام الملحفه دي؟ ب 190 جنيه بس. الله يبارك لك. ب 190 بس. الشغل اللي كان ب 320 جنيه قال لك بكره ب 190. الحته الظن ب 190 جنيه برضه. شغال. 190 جنيه بألوانها. بكام؟ ب 190. يبقى الملحفه ب 190 جنيه. الشغل العالي يا ريس الالماز الجبير ب 190 جنيه. شغال يا وحش. والناس برضو اللي بتسأل على العنوان، الوراق ملف السيما محلها كوكو اند اس امام كشر المجنون. لو انت جاي مترو انزل محطة رمسيس واسأل على العربيات اللي بتروح ملف السيما عند كوكو اند اس. دمرنا يا ريس. هات عليها وطيها. 190 جنيه وعشان كوكو اند اس وفروقه 180 بس. هات لي دي كده 200 جنيه. شغال. انا اللي في ده اكتر من موديل بس دمرناه لكم عشان فروع كوكو اند اس. 200 جنيه. 180 جنيه. شغال. 220 جنيه الملاحف الشغل العالي يا ريس. يا ولد. 220. بص الحته دي. الحته دي طبعا كبسه. شغال الشغل السعودي يا وحش. حكايه ب 210 بس. ب 210 بس والكميه محدوده. الله يبارك لك. 180 جنيه. 180 جنيه فرع ملف السما دمر. شغال. الله يبارك لك. كل التشكيل موجود. ودمار شامل قال لك في الفرع الرئيسي فرع ملف السيما، وهنخش جوه نوريكم بقيه الموديلات والتشكيل. استنى كده. شغال. كل الشغل موجود اهوت، اللوكس ودمار شامل والدريسات. الناس اللي بتسأل على الدريسات صور لي بس تاني الشغل ده معلش كده عشان احنا هنخش وهوريكم مفاجآت جوه فرع ملف السما. هيوريكم مفاجآت بكرة. تعالى كده يا وحش معايا. شايفين الاستاند ده؟ شغال. كل الحلويات دي. بص يا ريس، بص العرض ده بكره معانا بكام؟ اكتر من موديل. يا رب. بكام؟ 170 جنيه. الله يبارك لك. الحته دي بكره في الدمار ب 170 الكريب. شغال. والسوسته سوسته للاخر، يبقى بكره في الدمار ب 170 جنيه. معلش انا اخدكم سريع سريع عشان في ناس ورانا بتعمل ايه؟ لايفات. فعايزين طبعا ما نطولش عليكم عشان ايه برضو في ناس كتير ايه عايزه تعمل ايه لايفات.
مش 170 ولا 180، 150 جنيه الامهات شغال يا وحش. المقاسات الكبيره 150 جنيه، 170 جنيه القطان دمرنا لكم فرع ملف السما، دمر القطان ب 170 جنيه. الله يبارك لك. تمام يا ريس. شغال. 170 جنيه في الدمار. شغال يا وحش. الناس برضو اللي بتسال على الدريسات يا جماعه، هي التشكيل كله وشغل العرايس والالوانات وحكايتك حكايه يا عم كوكو، بكره دمار شامل في الفرع الرئيسي. شغال دريسات الشيفونات بالواناتها والطيجرات، قال لك بكره ب 120 جنيه، واي حته اي حته شتوه من الشغل اللي كان ب 290 وب 300 بكره ب 160 جنيه. بص يا ريس، برضو الامهات دي عشان في صفقه امهات برضو جبتها لكم بكام؟ ب 140. شغال. 140 جنيه، ده كله ب 140 معانا. خد يا خلدون. الله يبارك لك. الدريسات دي برضو اللي انتم شايفينها بكام؟ اي حاجه من دي ب 110، والسلوبيتا دي بس عملناها لكم ب 90 جنيه عشان خاطر زبون كوكو اند اس. السلوبيتا الله يبارك لك دي بكام؟ ب 90 جنيه معانا في الدمار بكره. الحته دي بتتلبس على طقم بكام بكره في الدمار؟ ب 90 جنيه يا وحش. هات لي الحته دي، تعالى لي كده يا ريس، صور كده يا وحش. شغال يا قلب الوحش. صور الشغل الجديد. طبعا الشغل ده قلنا لكم جمعنا لايف الاثنين مع الخميس عشان ننزل بضرب نار بمفاجآت. بكام دي معاك يا ريس بكره؟ دمر لهم السعر 110 بس. ب 110، لما اقول لك دي ب 110 يبقى احنا دمرنا السعر. يبقى دي بكام السلوبيتا دي؟ ب 110. ب 110. الكميه زي ما انتوا شايفين قليله جدا. شغال. على هنا اهو. تعالى لي كده عشان برضو الناس تشوف الحته دي. وادي الحته دي برضو الكميه محدوده منها ب 150 جنيه. طقم الخروج الكاجوال البناتي بكام؟ ب 150. ب 150 جنيه. 150 جنيه يا ريس. الله يبارك لك. شغال. بص منها الشغل ده تاني برضو ب 150 جنيه. الصورة واضحة عندك؟ الصورة تمام يا وحش. يبقى ب 150 جنيه فرع ملف السما دمر، الحتة الخروج الطقم الخروج الجينز السلوبيتا والجاكيت ب 150 جنيه، الحتة العقد السلسلة. الجاكيت لوحده بكام اصلا يا عم مارك؟ يا وحش بيسمعوا بره ارقام عاليه، كوكو بيقول لك بكره ب 150 جنيه. طقم على بعض ب 150. ودلوقتي هنشوف الناس اللي بتعمل مشاركات على الطبيعه اهوت. انا بعت لك مبروك تكسب معانا بكره من الفرع الرئيسي، قال لك في قيمه مشتريات 500 جنيه. 150 السود الحته البليسيه. شغال. اخر شويه تصفيات يا وحش ب 150، واي حاجه من الشتو دوت ب 160 جنيه. الشغل اللي كان ب 290 و300 ب 160 جنيه. بص يا ريس الصفقه دي صفقه الكام؟ 120 جنيه. شغال. الشغل الصفه دمرناه لكم ب 120. الله يبارك لك. 120 جنيه. 120 جنيه. والطيجرات 120 جنيه. التايجر الشغل الصيفي بكره معانا في العرض ب 120 جنيه. الشغل الصيفي دمرناه، وبرضه اخر شويه دول في الفرع. شغال. فكله ده كام؟ ب 120 نسكت. والحته السويدي ب 160 في الدمار. الشغل ده طبعا يا جماعه نازل بارقام وانتم عارفين، بكره دمرناه ب 160. نخش على الشغل الجديد. هات لي كده يا ريس الصفقه دي، صور لي. شغال يا وحش. بص الحته دي يا ريس، الحته دي بص عن برضه طقم خروج بكام؟ ب 170 جنيه زي ما انتم شايفين. الله يبارك لك. شغل زراير وحزام وحكايتها حكايه من المصانع المحترمه بكام؟ انا بحب المصنع اللي الفينش بتاعه ايه؟ محترم ونضيف. يبقى الراجل جاب لنا الشغل العالي بكام؟ ب 170. والوانات جنزاري وكشمير. والوان شغال. ب 170 جنيه يا وحش. فرع ملف السما دمر لك اللبس الخروج الصيفي ب 170. شغال. والاستقبال كله هو شغل العرايس بالواناته وشغل السواريه اسود وكشمير والنبيتي والوانات وحكايتك حكايه يا عم كوكو، بكره دمار شامل وكل الشغل ده الامهات السبعة اكس والثمانية اكس موجود بكميات. ايوه يا ريس، ده احنا هنوري الناس مفاجآت. شغال. عاملين لكم البليسي برضه، الحته البليسي الصيفي برضه طق ب 190 جنيه. الله يبارك لك. نازل بكره كسبان، واللي تابع لي بس يا حبيبي اللي هيعمل مشاركات كسبه لي معلش. وما ننساش العروض دي عشان الكميه زي ما انتم شايفين محدوده ب 110. والحته الروب ب 180 جنيه والكميه محدوده. شغال. الحته البليسي بكام؟ بص الفستان، هات لي الفستان كده يا مارك. شغال يا وحش. بكام؟
ب 290 الله يبارك لك. الشغل ده ب 70 110 برضه جبنا لكم شغل الفساتين برضه عشان الناس تكون ايه، مش بس اللي على الملكان بس، ده دي جبنا لكم برضه شغل برضه في الرايق زي ما انتم شايفين ب 230 بس بالوانها، ب 230 بالوانها. بص يا وحش ب 230 جنيه شغال يا قلب الوحش. تعال لي كده نخش على الشغل العالي ب 380 الشغل الامهات، شغل 8 اكس يا وحش. حاجه برضو من المقاسات عشان الناس تبقى عارفه، ومنها الاسود في اسود. بص كده شغال الله يبارك لك. بكام؟ 380 الالوانات ودمار شامل. صور لي فوق كده وهات شغال فوق دي. وادي الشغل الجديد برضو، الشغل العالي يا ريس، الحته بطرحتها وحاجات عاليه قوي، وش وضهر وتطريز. الشغل الجديد دايما عند كوكو اندس. بص المقاس شغال يا وحش. بكام؟ 390 دمار اسعار تطريز وشغل عالي يا ريس. الشغل العالي بص منها رسمه تاني برضه عشان الناس تبقى عارفه، يعني عايز اي رسمه من دول معاك العروض كلها. تعالى لي هنا شغال الملاحف 170 و300 المقاسات الخاصه برضه 7 اكس و8 اكس. وادي الشغل يا ريس، الخامات اللي هي التطريزات الطايره بكام؟ 235 الشعر يا ريس. وادي الملاحف 300 220 الملاحف. بص يا ريس الشغل الجديد الملاحف. بص يا وحش عندنا الملاحف من كام؟ من اول 170 شغال و110 كام؟ 380 جميع الانواع تطريزات وتركيبات وكله. هات لي بص يا ريس دي. بص يا ريس احنا لو قعدنا نصور نقعد للصبح والناس ايه مش عايزينها برضو تزهق مننا. ادي الملاحف برضو الالماز، يبقى تطريز والماز وتركيبات كل الملاحف زي ما انتم شايفين. والسعر دمار 320. هات الحته دي جديد. بص الحته دي، بص الحته الشغل العالي يا ريس، المصانع العاليه دمرناها لكم بكره بكام؟ 350 جنيه. الناس اللي بتحب الشغل الهادي معانا بكره في العروض. تعالى لي كده بص برضو، انا بجيب لكم حته على السريع. يبقى فرع ملف السما عنده عروض دمار ب 320 بس الحته دي بطرحتها، شغل لوكس بطرحتها وحش الله يبارك لك. 320 جنيه شغال. يبقى احنا من اول 70 جنيه معاك لحد 400 جنيه شغال. وادي الحته اللي على الملكان اللي انتم شفتيها ب 230 جنيه، وحزام شداد وتركيبات من المصانع المحترمه، والفينش بتاعها الحته الحرير بكام معانا في العرض؟ 230 جنيه شغال. ادي الحته ب 260. ادي الحته، بص الناس تصحصح معايا ب 260 جنيه. تعالى خد الحته دي سواء زبون جمله ولا قطاع، ياخد الحته دي من عندي ويسال عليها بره اي حته. تعالى خدها لو ما لقيتهاش تزيد عني بكتير، تعالى خدها وخد فلوسها. شغال. يبقى بكره في الدمار ب 260. ابو 420 قال لك ب 260 ودمار شامل. بص الحته دي. تعالى لي. احنا جمعنا لكم اللايف ده طولنا فيه معلش عشان جبنا الاثنين مع الخميس. بص يا ريس. بص الكم عامل ازاي، حكايتها حكايه. شغال ب 385. والحته اللي على الملكان في منها ابيض واسود. هات لي اسود بقى. شغال. في منها لونين، الورد ابيض وفي منها الاسود. دمار فرع ملف. هات لي من فوق كده وقت كده صوت شغال عشان احنا مش هنعرف نجيب اللي فوق. شغال يا وحش. وهات لي التطريزات دي. التطريزات دي دمرنا سعرها اخر شويه 250 جنيه. الله يبارك لك. صور لي السعر والفستان وهاته لي عبال ايه؟ شغال. يبقى كده قبل ما نقفل اللايف هنتابع في اتنين او تلاتة هيكسبوا قبل ما نقفل اللايف في المشاركات. اكتر حد يعمل مشاركات على الطبيعة وقت نبعت له مبروك يكسب معانا. شغال. شغل العرايس والاستقبال والصفقة دي جبناها لكم برضو من ضمن الصفقات ب 180 جنيه. شغال. ومقاسات بكرة في الدمار ب 180 جنيه. يبقى فرع ملف السما دمر لكم الشغل. شوف لي كده قبل ما نقفل اللايف بتاعنا يا ريس، شوف لي مين هيكسب معاك. هات لي الشغل ده برضه كده عندك بالصوره يا مارك معلش عشان شغال يا وحش. كل الشغل الجديد والدريسات كل التشكيل موجود كله. بص يا مارك هنا معلش كده يا حبيبي.
والموديل ده برضو للناس اللي تكون عارفه التطريزات، جبناها لكم على كابولي واحد ودمرنا سعرها ب 230 35، لا ب 230 بس. الله يبارك لك. ب 230 بس لزبون كوكو انديس التطريزات التلبستين شغال. الحته دي كده يا مارك معلش. حكايتك حكايه يا عم كوكو، والناس اللي بتسال على العنوان الوراق ملف السيما محل كوكو انديس امام كشر المجنون. دمرنا لكم الشغل ده الموديلات دي بكره بكام يا مارك؟ ب 230 بس عشان خاطر احلى زبون في الدنيا. شغال. دمرنا لكم السعر ب 230 بس والكميه محدوده. الله يبارك لك. يبقى فرع ملف السيما دمر لكم الاسعار. يبقى بكره باذن الله اللي هي احنا فاتحين من الساعه 11 بكره اللي هيجي في كميات يا جماعه برضو محدوده للناس اللي هتنزل، وفي عروض عرض واحد لكل واحد، واللي هنتابعه برضو بعد ما نقفل اللايف عامل مشاركات برضو كسبان معانا. شغال. عرف الناس العلوان وصور لي برضو الشغل الجديد اهوت، ودمار شامل شغل المصانع المحترمه. الله يبارك لك. زي ما انتم شايفين دمرنا لكم السعر والفستان 270 بس، والاستقبال مش دي بس، هات لي الكاميرا كده. الله يبارك لك. الوانات كل دوت شغل عرايس في الوش اهوت، والدريسات ودمار شامل، والالماس زي ما انتم شايفين في عروض كتير. اللي هيجي بكره من الاخر بكره الفرع كسبان، واللي مش هيجي وما شافش اللايف خسران. شغال. معلش بقى لو طولنا عليكم، احلى زبون في الدنيا زبون كوكو انديس. هنستناكم بكره بنفتح من 11 ل 10 الفرع الرئيسي فرع ملف السيما. تصبحوا على خير.